نقرا الصباح نقوموا نحن 7 خاف على روحنا تصير لنا بعض الحاجه، نروحوا 5 الدنيا تظلم علينا، كما صارت معنا مرات تصير معانا. ابسط حاجه الدنيا بعيده كيف الزيتون والشاي، بالرغم من التعب هذا نمشيو نقراو كيف ابسط حاجه كياس لازمنا ولا النقل يا خلتنا التاكسيات نحب هي لازم التاكسي ما يضاش يلزمها دوايات ابسط حاجه اقف معايا في قرايتها ان شاء الله بقدرتها ان شاء الله بقدرتها قرايتها وتعديتها ونحبوا نقلبوا لهنا نسكت شيء كلش موجي انا سابعه هي المفروض هي في الكوليج اما عامله 14 عمليه خاسره عوام خاطرنا عمليات على الدار ما تنجمش تمشي معناتها ابسط حاجه لازمنا نقل يوصل لنا التاكسي معناتها كيما صارت مع مرات تصير معنا نحن نخافوا على رواحنا زاد راح بالنا ما يجيش حتى حد يلوم علينا زاد كيف ما نقراوش لا الحق هي لا لازمكم تكنديونا ابسط حقوق اللي نحن طلبناهم اللي هما كياس مشغوله عرفت ترشح في الانتخابات نتكلم اكثر ان شاء الله كي نقرا ونكمل علاش لا اي مسؤول كي نلقى ابسط حقوقي حتى نجم نحقق ابسط حقوق الناس اي يعطيك الصحه يعطيك نعمل كل شيء علاش لا اما الوقت مش عامل هيك لا قدر الله نهبط نهار نتعب اكيد ظهري شيء يتعب فيا قد راني شفت المقالات لا ما عندكش المال لا الماء عندي والدواء والدواء تاخذ بالك تاع خويا وهي اللوطه اللي قاعده اللوطه اللي ببال لا حد شيء. ان شاء الله انت تلاقينا ابسط حقوقنا اللي هي كيس قد لنا يوصل لنا حاجه نحن زاد نجموا نقراوا كشباب مبديع الزاده. ان شاء الله علاش لكن نقرا علاش لا ان شاء الله. اللي عند ربي مش بعيد.